ابوس ايدك اخوي. لو امك غاليه عندك وطي حسك احسن، ابوك لو سيبها هيعمل لنا حكايه احسن. خليه بقى يسمع ويوم يكسر البيت علينا كلنا كده برضو يا حسن. اخص عليك يا امينه، ما انت اللي ما بتسمعيش كلام حد. مليون مره قلنا لك الجواز مش بالعافيه، ونادي دماغها مش كده، واللي نفع مع غيرها مش لازم ينفع معاها. قولوا اللي تقولوه، بس انا ام، انا وليا يا حسن، وبحس بالولايه اكتر من اي حد. ناديه يا بنتي حبيبتي لا راحت ولا جت، ولا هي زي البنات اللي في سنها. حرام عليكم بقى، ناديه صعبانه عليا قوي. يعني هي مش صعبانه عليا؟ تفتكر ان انا مبسوط ان انا شايفها قدام عينيا كده مش عارف اعمل لها حاجه، مش عارف حتى افرحها عشان خايف تروح مننا؟ نفرح بعد كده، المقدر هو اللي مكتوب. يا سلام، وتتجوز ونسيبها تموت. بعد الشر عليها، ما تقولش على اختك كده، ان شاء الله هتعيش. يا ستي وانا اللي بقول للدكاتره اللي بتقول، وانا بقى مش مستعده اجرب في اختي. العبر بيد الله يا حسن. انت ما بتشوفش يا ضنايا نظره الحزن اللي في عينيها لما وهي ماسكه فستان فرح، ولا لما تسمع زغروطه وحد يقول لها عقبالك يا عروسه؟ تقطع قلبي يا حسن. نفسي اشوف الفرحه في عينيها يا ابني. وانا نفسي تفضل عايشه، مش مستني اللحظه اللي اشوفها بتموت قدام عينيا. انت كده تبقى اناني يا حسن، انت ما تعرفش يا ابني المقدر والمكتوب. يا ام حسن سيبها تعيش، خلينا افرح، خليها هي كمان تفرح. ماشي يا ام حسن، ماشي، ربنا يسهلها ان شاء الله. لا مؤاخذه حاج صاحبك، تعالى هنا ما تخافيش، ما انت عارفه ايده الشمال غبيه. اه عارف. واحد بيرا يا سايكو. انا يا دكتور علي. ايه اللي عملته مع الدكتور سعيد؟ عملت ايه؟ انت مش دكتور عظام، والدكتور سعيد اقدم منك. بتاخد المريض بتاعه ليه وتعمل له كبيره؟ او التمريض راح قال له كل حاجه وعامل مشكله. الواد كان بيصرخ من الوجع، مش قادر يحرك صوابع رجله، وامه المسكينه مش عارفه تعمل له اي حاجه، وكل ده بسبب الاستاذ الدكتور اللي كان عايز يخلع بدري. انت صح يا عم علي، بس برضه مش من حقك تتدخل في شغل غيرك. لا من حقي اتدخل لما الاقي اهمال بيعرض طفل زي ده للاصابه تتكرر تاني وتالت وتاثر على نموه لما يكبر. من حقي اتدخل لما الاقي مجموعه دكاتره ممرضين ما عندهمش اي رحمه، بيعاملوا الناس كانهم صراصير لمجرد انهم فقراء. من حقي اتدخل لما اشوف معايير المهنه وهي بتتغير. احنا بنعالج الناس يا دكتور، مش بنموتهم. خلصت هتاف؟ ايوه خلصت هتاف. طب اشرب البيره. مش عايز بيره، سلام. متردد؟ تفضل متردد. ايوه متردد. متردد، مش عايز اكمل في الطب. ان شاء الله عنك ما كملت. انت كل شويه مش عايز مش عايز مش عايز، امال درست طب ليه لما انت مش عايز؟ صدفه والله العظيم صدفه. اي حد يتعب في العيله اروح عند اهله الدكتور، واكون انا المسؤول عن تعبه وعن مواعيد الادويه. وبعد كده لزقت فيا، الدكتور علي راح، الدكتور علي جه، وبالصدفه برضه جبت مجموع عالي. وعندنا في الصعيد اللي بيجيب مجموع عالي لازم يدرس طب، كلها صدفة بصدفة يا دكتور، فهمت؟ طب اشرب البيرة، اشرب. عمرو بيه مساء الفل. اهلا، ازيك يا اكرم بيه؟ الحمد لله سعادتك. ازاي صحه الباشا النهارده؟ تمام، ومزاجه كمان تمام. الله ينور يا اكرم. بنتعلم سعادتك، بنتعلم. واضح، لانك تقلت العيار على الراجل قوي المره دي. الباشا كان عايزك تضايقه بس مش تجيب له هارت اتاك يرميه في المستشفى من ساعتها. نصيبه بقى سعادتك. وزير فاسد في وزاره مهمه زي دي هيكون مصيره ايه غير يا السجن يا العيا؟ ادينا رحمناه من سجن الحكومه ووصلناه بقى لسجن سبع نجوم. فاسد ايه يا اكرم؟ انت صدقت نفسك ولا ايه؟ وكلنا عارفين ان الراجل كان شايف شغله كويس، لولا انه غبي مش اكتر. ما هو ده بقى مصير الاغبياء سعادتك. طيب نشوفك قريب بقى يا اكرم ان شاء الله. ونبي عمرو بيه قول للباشا اكرم البدري في خدمتك دايما. مع الف سلامه. مع السلامه.
فضل اي حد يجي يمسح على راسي. حسنة سهل، اصل انا يتيم، ابويا وامي ماتوا من زمان، عشت زي الغريب في بيوت قرايبي، شهر في بيت ده واسبوع في بيت ده. كانوا وزعوني على بعض بركه وثواب، خد اليتيم الشهر ده عندك يمكن ربنا يكرمك، الاكل بحساب والنوم بحساب حتى الكلام بحساب، وكانوا كلهم اكبر مني، كان يبقى نفسي اتكلم اقول اي حاجه اسمع صوت لاي حد، كانت كانت بتعدي علي ايام بحس ان صوتي متسلسل من كتر السكوت، لغاية عرفت طريق الورقة والقلم وبقيت اكتب واحكي واقول لهم عن كل الصمت اللي جواه. لما تعيش عمرك كله مستني يوم تروح بيتك واليوم ده ما يجيش، هتعود نفسك انه مالكش بيت. تمام. بابي ليزو ليرك. تعالى يا حبيب قلبي اقعد. ايه ده؟ جبتي دي منين؟ I did it with Photoshop. You did it with Photoshop؟ واو حبيب قلبي، بابي عبقري وانا معرفش ولا ايه؟ برافو يا مارو. لا طب ليه مامي مش معانا؟ انا ما شفتش مارو بكبت ولا كاندلز لنانا، احنا تتا بس. وانت بتولع لها كاندلز؟ ما بترضاش، بس ما بعرف ان نانا مزعلانه مني. قولي يا مارو، بتحس بايه لما بتبص لنانا كده وتبص لملامحها الجميله دي؟ بحس انها بتيجي تقعد معايا بتكلمني، بس انا مشوفهاش، بس لو مامي سابتني ولا كاندل واحده هشوفها. عشان كده ما حطيتهاش في صوره معانا، بحس انها مش عايزه تكون معانا. خد يا حبيبي، شاطر، اعمل واحده تانية. يلا النهارده ثانويه ماما، وانت عمرك في حياتك ما ولعت لها شمعه، يا ترى ناوية تيجي معانا النهارده ولا زي كل سنة؟ ما انت عارف يا أكرم إني مشغولة وعندي مواعيد النهارده في الروتر.
الله، مالك يا بت؟ بحلاقي فيا كده ليه؟ بملي نظري منك. وده من امتى ان شاء الله؟ اصلك بتفكرني بابويا. مش انت برضه زي ابويا وربيتني؟ طبعا زي ابوك الله يرحمه، الف رحمه ونور تنزل عليه. اتنين ابو كريم. ماشي. ايه؟ واخد عقلك؟ في حد راضي يا حسن؟ في حد راضي؟ اسمع، هو في حد يطول؟ بقول لك ايه؟ انا كل ده ساكت ومش عايز اتكلم معاك لحد ما تهدي وتبقى كويس. يا ناديه انت مش عارفه ايه؟ انا لما برفض اقعد مع حد عشان شايف ان هو مش من قيمته. انا عايز اقول لك على حاجه، ده انا بحسده من دلوقتي، بقول مين ابن المحظوظ الله يصحى كل يوم يلاقي القمر ده قاعد جنبه في البيت، حاسه لسه ما اتخلقش. مفيش حد يسال طيبتك وحنيتك يا بنتي. وعايز اقول لك على حاجه بقى، انت ما حدش هيجوزك غير عريسك، ده لازم تعمل له كشف، تعمل له اختبار، لازم اعرف ان راجل زي الفل. ربنا يخليك ليا يا حسن، يفرح قلبك انت كمان. انا اللي يفرح قلبي ان انت تبقى مبسوطه ومطمنه ومش خايفه من ولا حاجه طول ما انا جنبك. اكيد يا حسن. خلاص؟ اكيد. حكي بقى. حكي عشان نازل عندي مشاوير. لا 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 الله، محمد رسول الله. خلي بالك على نفسك. ماشي. ليه كده؟ مش هينفع يا بنتي. انا اسفه والنبي يا استاذ وهبي، والله انا حاولت اكتر من مره بس اعمل ايه. انا اول يوم سالتك قلتي لي انك متمكنه، وصبرت عليكي يوم واثنين وثلاثه، والنهارده رابع يوم انا مضطر لفصلك من الشغل. انا اسفه والنبي. خير يا استاذ وهبي، في ايه؟ الروايه دي بقى لها اسبوع هنا ومفروض تسلم بكره، وهي ما خلصتش حتى ثلاث ارباع بتاعتها، ايه القرف ده؟ معلش معلش، ولا يهمك، انا هتصرف. تعالي معايا. يا بنتي بالراحه، واحده واحده. هو اصلا عايز يمشيني من الشغل من ساعه ما جيت هنا، بقالي اسبوع. يديني 500 ورقه اعمل بيهم ايه؟ معلش بس برضه انت غلطانه، انت من ساعه ما جيتي وانا شايفاكي عماله تكتبي بسرعه، وكل ما تكتبي بسرعه تغلطي تاني، ترجعي تعيدي تاني. واحده واحده بالراحه، تعالي نرجع. بيقول لك مره اثنين ماشيين مع بعض، بعض سابهم ومشي. مره واحد صعيدي تلاقي له مصباح علاء الدين، قال له شبيك لبيك، عندك وملك ايديك؟ قلت له، قال له انا عايز كوبري من هنا لامريكا. قال له ايه ده؟ شوف لي طلب اسهل من كده شويه. قال له خلاص، خلي لي كل صعيده اللي بلدنا يفهموا. قال له انت عايز الكوبري رايح جاي ولا رايح بس؟ بيقول لك مره واحد صعيدي فين مات. مرة قنبلة وقعت على الهواء عملت بوم. لا مؤاخذة يا شو، اتأخرت عليك. ولا يهمك يا سي حسن. معلش يا شو، أنا مش هينفع أجي معاكي، عندي شغل ولازم أسافر. أيوة بس أنا كنت معلش يا مؤاخذة، اسمعني بس، بقول لك إيه، خد الفلوس دي خليها معايا. لا لا انا معايا معايا والله. اسمع بس الكلام، خليه معاك احتياطي، جايز تحتاج لحاجه. معلش بس انا مش عايزه فلوس يا سي حسن، انا عايزاك انت معايا، يعني محتاجه وجودك جنبي قوي. والله شو غصب عني، ما انت عارفه اللي فيها. وبعدين ما تقولش حاجه، انا فاهمه كل حاجه، بس انا خايفه، خايفه قوي، مش عارفه ايه اللي هيحصل. هيحصل كل خير ان شاء الله، ما تخافيش. وبعدين انا سالت على الدكتور قالوا لي كويس قوي، هو عملها كتير فما تقلقيش. توكل انت على الله، شوف شغلك وانا هبقى اكلمك اطمنك. ماشي يا اختي، وخلي بالك من نفسك. تعالي يا سي حسن. ربنا معاك ان شاء الله، تعالي بس اركبك حاجه، تعالي شوف. خلي بالك. ها طمني لما توصلي.
بونجور. بونجور اكرم بيك. اهلا بيك يا عبير، ازيك؟ انا كويسه. شرف زياره حضرتك لينا، المره دي اتاخر قوي. ما تهيأليش ان انا اتاخرت قوي للدرجه دي. اللي تشوفه حضرتك. اتفضل يا باشا. شويه وهتبص ايده ورجليه. دي فتاة اكرم البدر اللي بيطلع في التلفزيون. حنان سكرة. صباح الفل يا ملوزع. صباح يا ابو علي. السلام عليكم يا اخ. ما تشوفش عزوز والنبي. يو يا حسن ما تهزرش يا اخي. يا عم بهرج معاك، غير هدومك يلا، عايز اخرجك شويه. لا يا ابو عمرو مش كاتر، اخرج انت. اخرج انا؟ يلا تعالى ننزل نشوف البحر، حبستك للنهارده مش تنفعك. يا عم انا مبسوط بالحبسه، انا مبسوط بالحبسه، اخرج انت. انا غلطان بقى اني عديت عليك عزوز. اوه حسن خد اقولك. بقولك ايه؟ ما تعرفش مين البت اللي كانت واقفه النهارده بتتفرج عليا في الكلوس وانا بلعب؟ كلوس وبت؟ بت مين عزوز؟ بت زي القمر يا حسن. دي عليها جوز عمور ولا ضحكتها يا بوش؟ ضحكتها حلوه قوي. حلوه قوي؟ لا ما شفتهاش، المره الجايه بقول لها. يوه هو انت الواحد ما ياخدش منك اي كلمه يا اخي؟ اوعى. طب شيل الكتكوت ياض اللي على دماغك. خد الكتكوت. خد يا واضح ان انتوا جبتوا حاجات جديده. احنا كلنا في خدمة سعادتك. ذكرى مع الباشا. حنان تعالي معايا. آدم
دنيا جديده بتفتح لك يا نورس. بتقول لك عدي، تعبت كتير بقى وانا الاوان ترتاح. لازم تتنقل نقله تانية يا اخي، نقله تلاقي فيها كل اللي حلمت بيه وابوك قبل منك، الباشمهندس حسن الرشيد. ابو علي انت هنا؟ ايوه برضه. مش يا حبيبي. تسلم ايدك يا عم رضا. ازيك عامل ايه؟ عايز اسالك سؤال، ايه رايك في المعلقين بتوع اليومين دول ولا ميمي الشربيني؟ ميمي الشربيني طبعا، هو في زي ميمي الشربيني؟ طب اقول لك على حاجه، انا من كام يوم كنت بتفرج على ماتش قديم بتاع الاهلي والكروم، قال لك ايه؟ قال لك مجدي عبد الغني ماشي بالكوره، مجدي عبد الغني ماشي بالكوره، دخل على الجول، مجدي عبد الغني 26 سنه بيدور على العروسه، ده بيخطب على الهوا يابا. دنيا تقلي غيرها يا اخي، حتى في المعلقين. يا عم ما تضايقش نفسك، اهو مجدي عبد الغني بطل كوره واتجوز وخلف وجاب جون في كاس العالم بيزلنا بيه لحد النهارده. لحد النهارده. لحد النهارده. تعالى على الجول. يلا بينا. ساعة البيه يا ساعة البيه. خير؟ حضرتك نسيت دول. خد يا ابني. ايوه يا باشا، مرنا كبير. كل سنة وانت طيب. ايوه 200 جنيه حتة واحدة، ربنا يخليك لينا يا كبير. استفتاحك زي العسل بإذن الله. شكرا يا باشا، مع السلامة يا ريس، مع ألف سلامة. قالها ناظرا لي وهو يعاني من عذابات تشع من عينيه. حزين هو المجتمع، الذي يبدأ نصف كلامه بكلمة تخيل، فلم يعرف الحب يوما ولم يعرف العشق يوما. فإن أردت حلمك اعشقه. ألو؟ أيوه. إيه يا دوك؟ إيه الأخبار؟ تمام. ماشي حاجة؟ أنت مش نازل؟ أنزل فين دلوقتي؟ الساعة 4 العصر. في حد يتصل بحد الساعة 4 العصر؟ يا دوك الساعة 4 العصر وأنا بكلمك الساعة 4 الفجر. أنا من الناس اللي ما بتروحش في حتة الساعة 4 العصر. عايز تنام يا أخي. ده أنت الغريب جدا. إيه ده؟ الو، ازيك يا علي؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا فاتن. انا كنت نازله اجيب شويه حاجات وكنت هعدي على واحده صاحبتي في المنشيه. فقلت انت بتقعد هناك على طول يعني؟ قلت يعني لو ينفع اشوفك قبل ما اروح. شوفيني؟ هو في حد بيشوف حد الساعه 4 العصر؟ ايه؟ مساء الخير دكتور فاتن. ازيك يا سلوى، عامله ايه؟ ايوه يعني مش فاهمه ايه مشكله الساعه 4 العصر دي. بهزر معاكي بهزر معاكي. اه طيب ماشي. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا ابو علي. اقعد يا حبيبي اقعد. ايه حكايتك بقى يا سيدي؟ رايح جاي رايح جاي، قلقان يا دكتور قلقان يا دكتور. في ايه يا ابني؟ ده رئيس القسم نفسه لما بيجي لي المحراب العظيم بتاعي ده ما بيقوليش انا قلقان يا دكتور. وبعدين انا مش فاهم قلقان من ايه؟ ما نتيجه الكنترول قدامك اهي. معلش يا دكتور، بس انا مؤاخذه يعني مش هطمن غير لما اشوفها بعيني. بعدين السنه الجديده دخلت وانا لسه قاعد محلك سر. الصيف كله على ماده، لولا الماده دي كان زماني دلوقتي متخرج. يا ابو علي يا ابو علي، دور سبتمبر دايما بياخد وقت، وبعدين احمد ربنا انها ماده واحده، كان زمانك عايد السنه كلها. لا الحمد لله على كده.
قول لي بقى انك عامل قلق مصطنع ورايح جاي كده عشان تتهرب من الشغل. يا سلام، ده سيادتك تمر واحنا ننفذه على طول. طب يا عم الخدوم، دي مفاتيح اليخت بتوع واحد صاحبي، هو في مشكله بسيطه كده بس انا عارف ان ابو علي قدها ودود. خير. الخطفه بقى اللي هخطفها لك انه في ابو قير. يا سلام، لو في بلطيم نروح العوم. ازيك يا حسن؟ ازيك يا باشمهندس؟ يا باشمهندس محمود، احنا اتفقنا ان في مواعيد محدده هي اللي تجيلي فيها مكتبي، يعني دلوقتي حضرتك تروح على سكشنك وتشوف شغلك. بس انا محتاج اراجع التطبيق اللي انا اقترحته واللي انا رفضته. حضرتك انا معرفتش اسباب للرفض، وده شغل شهور. ده مش شغل اصلا يا باشمهندس. ازاي يعني يا دكتور؟ انا وصلت المنطقه محدش وصل لها قبل كده، كل اللي اشتغلوا على نقطه الباور مفيش حد منهم وصل لنقطه اعلى من اللي قابله، حتى حضرتك مع احترامي ليك اشتغلت بنفس الوسيله وما وصلتش لنتيجه. لو حساباتي كانت مظبوطه، لو حساباتك كانت مظبوطه، هو ده المصطلح. لو يعني حضرتك اشتغلت على نفس الموضوع بس من زاويه تانية، يعني في النهايه هتوصل لنفس الحيطه السد اللي كلنا وصلنا له بما فيهم انا، مع احترامك لسيادتي. عشان حضرتك ما سمحتليش بالتجربه. خلاص انتهينا، اتفضل دلوقتي روح شوف شغلك. اتفضل يا باشمهندس. عشان يبقى دكتور ناجح لازم يتعلم من الاول ازاي يكون معيد شاطر. طبعا. انت ناجح ناجح. لا انا مش قلقان، ربنا يستر. بتفكر في ايه؟ ما بفكرش في حاجه. يعني بتفكر في واحده؟ هو عيب انك تفكر في واحده؟ يعني انا لو سرحت شويه وانت بتتكلمي اكون سرحت في واحده؟ هو انا حسيت كده ودايما احساسي بيبقى صح. احساسك المره دي صح. هو انت ليه دايما لما بتكلم معاك في حاجه زي دي بحس انك بتقلب الموضوع تهريج، بتستقلب كلامي؟ لا مش كده. انت عايزه تحللي شخصيتي؟ لا اكيد مش قصدي كده يعني، بس هي حاجه جت في بالي وقلت اقولها لك. يعني مش اي حاجه تكون في بالك لازم تتقال. يمكن يكون عندك حق، بس انا اتعودت لما بكون قريبه من حد بتكلم بطبيعتي عادي بقى، من غير ما احط اي فلاتر على افكاري. وعموما انا اسفه يعني لو ما تحسيش. خلاص بالنسبه لموضوع الفلاتر ده لازم ناجله عشان هنتاخر. اتفضلي هنتاخر. يلا تاكسي. استني يا بنت مالك اسحى كده ليه؟ يا ساتر. انت يا بنت اللي معرفش اسمك. استني يا بنت، عايز اقول لك كلمتين. اني عبد المعطي شلش، ومن ساعه ما شفتك وانت على الترع بتشطفي المواعين وانا عايزك تشطفيني، قصدي يعني تليفيني، يوه قصدي يعني ترعيني زي ايها طبق ولا بلاص عندكم في الدار. انا قصد خير والخدمه الشريفه. هه قلتي ايه؟ انت سامعاني ولا انت مصنقه في ودانك ولا ايه؟ بعد الشر على ودان الغزال. ما دام ابتسمتي يبقى ايه؟ بيعملوا ايه بعد كده؟ استني يا بنت. يا حضرة العمر. استني يا بنت يا بنت. ورد، عجبك الفستان اللي انا عملته لك؟ يقول بنت المخبله دي ما بتردش ليه؟ انت يا ورد. اسم الله اسم الله، سرحانه في ايه؟ مفيش. بقول لك عجبك الفستان اللي انا عملته لك؟ اه طبعا حلو قوي. هو انت بتطلع من ايدك حاجه وحشه برضو؟ امال مالك عامله كده؟ مفيش حاجه. تعالي تعالي في حضني. وحشني حضنك قوي يا ورد. كل مره بحضنك فيها ضنايا بحس نفس الاحساس اللي انا حسيته لما كنت حته لحمه حمرا لما امك الله يرحمها ربنا اختارها. يوميها سبحان الله ربنا زرع في قلبي محبتك، بقيتي عندي اغلى من حسن ونادية. لما كنت صغططه قد كده كان طولك شبري، كنت دايما في كل صلاه ادعي واقول يا رب يا رب ربنا يجعلك من نصيب حسن ابني عشان ما تبعديش عن حضني ابدا. ايه ده؟ مالك يا قلب امك؟
ولا حاجه خالص، مفيش، بس يعني حضنك كان وحش. الكلام ده على امينه برضو؟ في ايه يا حبيبتي؟ اصلا حلمت حلم وحش قوي قوي، اني مفزوعه من النوم. خير لما جعله خير. احكي لي يا ضناي. حلمت ان انا في مركب في وسط البحر، وحسن واقف على الشط التاني، بس مش لوحده بقى. طب وماله؟ البحر في المنامات حلو. ها كملي. كان واقف وانا عماله انده عليه انده عليه، بص لي وراح مديني ظهره ومشي. اي عبيطه يا عبيطه، يمشي يروح فين؟ ده لازق بغيره. حسن يمشي برضو. طب دي الضحكه الحلوه الورد، والكلمه الحلوه الورد. استعيذي بالشيطان يا بنتي عشان ربنا يبعد عنك الهم والقلق. يا رب يا ماما يا رب. عارفه يا ورد، كل اللي انت فيه ده ضنايا صدفه، يعني عين وصابتك. اه والله. يوه ده انا ياما يا بنتي العين صابتني. عارفه يا ورد، لما كنت انا ورشيدي مخطوبين، لما كان يعدي عليا عشان يخرجني، بقولكيش هو على الإمة يدخل كده بطوله وعرضه. يا أختي كل نسوان الحتة قبل بناتها يتهبلوا عليه، وأنا بقى كنت أمشي جنبه وهو مأنجزني. كان لما يميل عليا كده ويوشوشني، ما أقولكيش الدنيا وما فيها. وانا جنبه ان انا ست الستات. كانوا كل نسوان لحتة في كوم وانا في كوم تاني. تذكر جدته حين كانت تطلب منه العودة لأمه، حين كان يدخل بيتها يوم الجمعة. كان أطفال العائلة يجتمعون في ذلك اليوم عندما يأتي الجميع لزيارة الجدة، وكانت هي تسعد بهم جميعا إلا هو، حتى إن رفضها له انعكس على أبناء وبنات خالاته الذين أخذوا يطلبون منه أن يذهب ليلعب عند أمه كلما أقبل عليهم. وكأن الجميع قد نسي أن أمه قد ماتت وهي تلده. لا لا اسمح لي يا دكتور جلال، مجرد وجودي هنا في مكتب حضرتك وأنا في موضع اتهام، أنا بعتبر ده إهانة. لو سمحت يا دكتور، مفيش حد هنا ضدك. الإهانة إن أنا أتعب وأشتغل؟ من فضلك اديني فرصتي ان اوضع حد للمهزله دي. هو ما يتكلمش ليه؟ ادم حضرتك بتساوي بيني وبينه، يبقى يقول اللي يقوله. مهزله. صباح الخير. صباح الخير يا حسن، ازيك؟ ازيك يا دكتور. ايه ده تهريج بقى؟ يعني طالب زي ده بيعمل ايه هنا، وايه علاقته بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه؟ حسن انت كنت موجود في مكتب الدكتوره عزت لما محمود قدم التطبيق بتاعه؟ ايوه دكتور كنت موجود. فاكر التطبيق ده كان عن ايه؟ يعني متهيألي انه كان عايز يزود الباور لنظام معين. وفاكر رد فعل الدكتور عزت ايه؟ دكتور عزت رفضه بالكامل. بس يا دكتور الموضوع بسيط، يعني اكيد دكتور عزت كان عايز مصلحته، او كان يعني شفت حضرتك؟ متهيألي دلوقتي ما بقاش في شك ان الدكتور عزت رفض التطبيق بتاعي عشان ياخده وينزله في المجلة العلمية ويكتبه باسمه. حسن دي الرسومات اللي انت شفتها في مكتب الدكتور عزت؟
ايوه دكتور. ايه حضرتك دكتور في حاجه؟ حسن رجع محمود. ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ والله الحمد لله وحشني. انت وحشنا قوي. تعال نشرب شاي. تعال اتفضل. يا ده انا نسيت الشاي على النار. اغسل لي الكوبايتين دول يا حبيبي. حاضر. واحد ما عرفش مخه بقى خلاص. يا ساتر يا رب. على مالك يا حسن؟ والله وحشني يا حسن. وانت كمان يا عم محمود. الله يخليك. انا عايز معلقه واحده بس. ماشي. مالك وفينك؟ الدنيا مش شغله يا عم محمود، والشقه ما بيرحمش حد. الدنيا ما بتشغلش حد عن رب الا ونست الانسان عن نفسه. بس انا في ضيقه، في ضيقه كبيره قوي. النهارده حصل لي موقف صعب جدا. في رجل خير وبغراني افضله عليا قد كده. انا النهارده شهدت عليه وحاسس ان انا وديته في 60 داهيه، مش عارف ده صح ولا غلط. شهاده حق يا حسن؟ حق طبعا عم محمود، امال ايه؟ طالما حق يبقى مفيش. بس بص يا حسن يا ابني، اسم الحق اسم من اسماء ربنا سبحانه وتعالى، هو الوحيد اللي له ابطال عليك، ما فيش حد غيره. عارف يا حسن، الراجل ده ربنا حطه في سكتك وسخره ليك. عندك حق يا عم محمود، بس انا خايف اخسره. الدنيا دي دلوقتي صعب تلاقي حد بيساعد حد، وزمانه دلوقتي بيقول ده جزات ان انا عملت معاه كده وقفت جنبه وساعدته. خايف عليه ولا على المنفعه اللي جايه من ورايا يا حسن؟ ما اكدبش عليك، الراجل ده انا كنت بتكل عليه لما اتخرج. الخطوه اللي بخطيها معاه بتعديني سنين لقدام، وانا مش قادر ارجع للسفر تاني. تعبت يا عم محمود. لو خايف انه يضيع منك، ربنا هيسخر لك غيره في سكتك يا حسن. روح له، ما يمكن الحق يرجعه تاني ويعرف انك نجيته بشهادتك دي. ايوه يا ابني، نجيته من ظلمه لنفسه ونجيت غيره. روح له وقول له ربنا يكتب لك القبول يا ابني. ولا تزعل يا ولد، ايه يعني قفشوك والبلد كلها بتلسن عليك؟ هي يعني بلدنا دي كان حليتها حاجه غير الكلام، ولا فيها حاجه بتستخبي؟ ناس هسوي بعيد عنك. وبعيد عني ليه؟ ما دي رجعت لها تاني اهو. يا ابني معلش، خيرها في غيره. وبعدين ده انت تحمد ربنا انه نجاك بالسلامه. الحمد لله. الحمد لله. خش اي حاجه. عم سيد. يا عم سيد. ايوه يا عم معطي. الا قول لي يا عم سيد. ايوه. هي مين البت اللي كانت بتشتري من البقال اللي قدامك؟ انا البت دي ما البلد خلفتها كلها يا بنات. البت الحلوه دي اللي كانت رابطه منديل احمر وبالاماره جات لك هنا وديتك تفاحي. وكمان نقرت التفاحة يا عم معطي وبتسأل ايه بقى؟ اصل كنت عايز اقطم التفاحي. عليا انا يا ولد. ايه يا عم سيد انت يا واد يا جن، ياللي تفهمها قبل ما تفكر انها تطير، ولو طارت تنزل على جدور رقبتها من عينك اللي تتدب فيها رصاصه دي. انت بتقول ايه يا ولد انت يا ولد؟ خلاص يا عم سيد، بص قدامك وكمل اللعبه اللي بتلعبها. حلو الشاي عم سيد. يا عم سيد. اللي عم سيد مش هتقولي مين البت دي؟ تسرع البت يا ولد. البت فاطمه بنت مصلح الفكهاري. والختم الشريفه البت القمر دي بنت مصلح المصدي. ايوه. ده راجل مسوي زي فاكهته يا ولد. تحس كده يا ولد ان هنط شيطان يا ولد في عيلتهم بقى. ما تلم نفسك يا عم سيد. والبت دي فاضيه ولا مشبوكه؟ على قد علمي كده يا ولد انها فاضيه.
وانت مالك انت تسال اذا كانت فاضيه ولا مش فاضيه؟ انت حالتك انت العب معطي عشان تسال اذا كانت فاضيه ولا مش فاضيه؟ خلاص يا عم سيد، خلي بقك حلو وكمل اللعبه. يا تكلبلي انت بتقول ايه يا والي؟ يا بسيوني يا بسيوني وادي يا بسيوني. انا يا حسن؟ انا تعمل معايا كده بعد كل اللي عملته عشانك؟ يا دكتور انا ما كنتش فاهم حاجه، انا كنت بحاول بس. يعني بتحاول ايه؟ انت مالك اصلا؟ تتدخل ليه في اللي مالكش فيه؟ انا ما اتدخلتش في حاجه يا دكتور، انا لما كلمني ما كنتش عارف هو عايزني في ايه، لما وصلت عرفت الموضوع يخص حضرتك. طبعا الوقت كلمك في التليفون واتفق معاك على قرشين عشان تعملوا تمثيليه رخيصه تشوهوا بيها سمعتي. لا لا مؤاخذه بقى يا دكتور، انا ما اقبلش الاهانه، مش حسن رشيد اللي هتزور على حد. تمام تمام، ابعت لي الامن حالا. امن؟ امن يا دكتور انا عملت ايه؟ حكايه انك تبقى باشمهندس دي تنساها خالص. النتيجه لسه ما اعتمدتش، ولو قعدت في الكليه 7 سنين غير اللي قعدتهم برضه مش هتبقى باشمهندس، هتترمي في الشارع ومن غير شهادات. ساعتها بقى هتعرف معنى الحقيقي للاهانه يبقى ايه. ليه يا دكتور وانا عملت ايه عشان كل ده؟ الافندي ده يتاخد يتعمل له محضر تعدي ويتسحب كارنيه وما يخشش الكليه تاني. تعدي وانا جيت جنبك يا دكتور؟ بره. واللي انت عملته يليق بطالب محترم؟ يا فندم لو سمحت من غير اهانه، انا ما عملتش حاجه وما كنتش اعرف محمود عايزني في ايه غير لما وصلت هناك. انا كل اللي عملته شهدت باللي انا شفته مش اكتر. شهادتك دي ما تخصناش، سواء كانت حقيقيه او زور، انا اللي عايز. يا فندم زور ايه؟ انا شهدت شهاده حق. هشهد زور على الدكتور عزت ليه؟ ده افضله غرقاني. ما تقاطعنيش وانا بتكلم. قلت لك شهادتك دي ما تخصناش. انت بتحقق معاك عشان اللي عملته بعدها. عملت ايه بعدها؟ تعديك بالضرب على الدكتور عزت جوه مكتبه. ضرب؟ ضرب مين؟ ده انا دوبك صوتي عالي عليه فجاه لقيت الامن داخلين عليا في ثانيه. يا فندم انا ما عملتش حاجه، والله العظيم ما عملت حاجه. انا رحت الدكتور عزت فعلا بس عشان اعرف انا عملت ايه غلط. في شهود للواقعه دي شافوك وانت بتتعدى عليه بالضرب. ده غير شهاده امن الكليه اللي لولا تدخلهم كان مين يا عالم بقى كنت هتعمل فيه ايه تاني؟ شهود مين وامن ايه؟ انا ما عملتش حاجه، ده انا قعدت 5 دقايق جوه ومشيت. حسبي الله ونعم الوكيل. تم رفض الطالب حسن الرشيدي عبد الرحيم طه من الكليه ومنعه من التواجد داخل الحرم الجامعي باي صوره من الصور، وذلك بعد الاطلاع على المواد 180 و181 من قانون رقم 49 لسنه 2007 وعلى مجلس التاديب الذي يجري مع الطالب في الفتره الخامسه. الو ايه يا نورس؟ فينك يا هندسه؟ يا مرضي. ايه؟ انت كبرت علينا بقى بعد ما خدت الشهاده بقى. لا ابدا يا مريضه، بس عندي صداع فرقع دماغي. اوعى تقول لي الصداع ده من الوابور. ايوه انت متربي هنا، فاكر لما كنت اخدك عند عمك ملاك يا اما تسوق يا اما تسطح فوق الكابينه؟ كان زمان بقى يا مريضه، زمان كنت احب اطلع في القطر واشوف الدنيا من فوق، افرج جناحات زي النورس واحس الهواء شايلني لفوق. بس بعد وقعت القطر خلاص قلت وقعت البحر اهون، والنورس ما ينفعش يبعد بعيد عن المالح. طيب قول لي تحب تسوق دلوقتي اروح اكلم لك عمك ملاك؟ ياما سوقت ياما سوقت وما وصلتش لحاجه يا عم رضا. معقوله كده خلاص؟ اشابير العمر دي كلها تروح على الارض؟ لا اكيد مش ممكن، كل مشكله وليها حل، بس مساله وقت مش اكتر والحكايه تتظبط. انا ما كانش تعب سنين وبس. يا عجوز لبست كام قطر ببعض؟ كتير يا رشيد. ده يا باش جرايد. ازيك؟ ازيك يا رشيد؟ تعالى اتفضل اتفضل. والله وليك وحشه. انا قلت بقى جاي اسال عليك ادام انت قليل الاصل وما بتسالش على حد. لا طول عمرك صاحب واجب يا رشيد. بمناسبه الواجب، ايه رايك بقى اعمل لك كوبايه شاي تعدل دماغك مظبوط؟ تمام. انت عامل ايه بقى؟ انا كويس. بس تصدق يا جمعه اوضتك الضيقه دي بهتت عليك. يا راجل طب ايه رايك بقى ان اوضتي الضيقه اللي مش عاجباك دي الف من يتمناها؟ يا سلام، ومستني ايه يا اخوي؟ اديهالهم اديهالهم وفك عن نفسك بقى واخرج بره للبراح. بالك انت عارف انت ليه مش عاجباك الاوضه بتاعتي دي وشايفها ضيقه؟ علشان بفهم.
ما بلاش علاقة بالفهم، لأن مسألة الفهم دي فيها شك. الحكاية باختصار لأنك أنت اتربيت في المينا وخدت على البحر والسماء. وأنت خدت على إيه؟ على القضبان الحديد والقطورة والأوضة المترين في مترين اللي أنت فاتحها سبيل لكل من هب ودب. يا أخي ارجع بيتكم يا أخي. مالك يا رجيني؟ لو أنت قلبك واسع شوية بس هتشوف الأوضة اللي قدامك دي على مد بصرك. ولما أنت قلبك واسع قوي كده وحنين ما دلكش على أختك. والله عندك حق. عاملة إيه يا مينا؟ زعلانة منك واخدة على خاطرها. أختك كبرت ومحتاجة اللي يسأل عليها. ده أنت ما فكرتش آخر مرة تيجي تشرب معاها كوباية شاي ولا تقول لها كلمة حلوة؟ ده انت ابوك وثق عليها قبل ما يموت. وبعدين يا اخي انت خلاص مالكش حد في الدنيا ديت غير الواد حسن. لا واد ايه اسمه الباش مهندس حسن. يسلم تمك يا جمعه، هي دي الكلمه اللي انا نفسي اسمعها، الباش مهندس حسن. بسيطه، الباش مهندس حسن. فاكر زمان وانا اول ما دخلت المينا كان رئيس العتالين لازم يسأل النفر مننا انت مين واصلك ايه وفصلك ايه وساكن فين؟ ليه بقى؟ عشان لو حصلت منك اي مشكله يرجع للكبير بتاعه. ساعتها جاني وسألني، قلت له انا النفر اللي قدامك وما فيش حد ابدا في ظهري. قاعد تقول انا عارف الدماغ دي اللي تستاهل الكس. ساعتها كنت فاكر انها عيبه انك تستقوى بحد تاني حتى لو كان ابوك. دلوقتي بقى نفسي الف اسكندريه كلها واقول انا ابو الباش مهندس حسن. رقبتي بتكبر من رقبته وانت بتبقى من قيمته، لكن كل اللي حلمت بيه وانا عيل حسيت انه هرب، هرب مني وانا شايل، لكن ربنا حققه لي في الوقت. الحمد لله، ان شاء الله ربنا هيصدر ظهر احسن، قصدي الباش مهندس حسن. سوري يا اكسلنس، كنت عايز افكر سعادتك بميعاد الايفنت بتاع نورهان هانم علشان دي فضلها شويه وهخلص. يعني افهم من سعادتك انك مش ناوي تروح. واضح ان سعادتك بقالك كتير ما جيتش هنا تقريبا من بعد المهندسين بتوعنا ما بدأوا يجددوا في الكنيسة بعد ما كانت مكان مهجور. طول ما أنا حاسس إن أنا نجس يا صالح ما أقدرش أجي مكان طاهر زي ده. فشرت؟ لا مش فشرت دي، لا اللي أقصده إن سعادتك تشرف أي مكان تدخله. وبالرغم من كده عمري ما حسيت انه بيطردني منه، بالعكس بحس انه بيقول لي، بيكلمني شخصيا ويقول لي مش مهم يا اكرم انك نجس، المهم ان المكان ده طاهر. فعلا انا دخلت كذا كنيسه قبل كده بس ولا كنيسه ليها نفس الروح اللي مخيمه على المكان ده. ما هو عشان ماما. الله يرحمك يا ماما. عارف يا صالح زمان وانا طفل صغير لما كنت ازعل من حاجه كانت تجيبني هنا اهو ونولع شمعه ونقعد بالتلات اربع ساعات ما بننطقش ولا كلمه لحد ما انسى اساسا السبب اللي كان مزعلني واروح البيت وانا سعيد ومبسوط لحد ما ماتت. حاولت اجي المكان ده بس ما قدرتش.
ما عرفتش يا صاحبي. جريت جري على اوضتي ولميت كل الشمع اللي في البيت وولعته كله على امل انها ترجع تاني، بس ما رجعتش. سابتني لوحدي في الدنيا دي، لوحدي خالص يا صالح. اكسلانس، ماما في الجنة. ده أكيد. عارف ده المكان الوحيد اللي برتاح فيه بجد. بحس إنها حواليا جنبي كده، بحس بنفسها، بشم ريحتها. أخبار التبرعات إيه يا صاحبي؟ التبرعات إيه؟ نعم، تبرعات الجمعيات المسيحية الخيرية. تمام يا إكسلانس، أنا عملت لسعادتك ليست مفصلة لكل جمعية بالأرقام، كله هيتم زي ما سعادتك عايز بالظبط. بس في حاجة كده عايز أكلم سعادتك فيها. يعني قلت لك مليون ألف مرة ما ينفعش يا صالح. تخيل معايا سعادتك، أكرم البدري رجل الأعمال المسلم يتبرع بمئات الألوف للكنائس والجمعيات الخيرية المسيحية. هيضيف لسعادتك كتير. أنا بعمل كل ده عشان خاطر ماما، وكمان عشان أحس إن روحها راضية عليا وبتدعيلي. لا حول ولا قوة إلا بالله. صباح الخير يا ريس جمعة. صباح الفل يا بيومي. امسك يا حسن، امسك. تأمرني بحاجة تاني؟ شاكرين يا بيومي. تزع حسن، ازاي تسيب نفسك كده لغاية ما تروح منك وتمسك في الراجل؟ طب والمصحف ولا لمسته؟ يعني أنا هعمل كده يا خال؟ أنا يا دوبك صوتي عال عليه، فجأة لقيت الأمن حواليا، بيعملوا لي المحضر تعدي ولقيت نفسي مفصول. مفصول يعني إيه؟ يعني بره. يعني ولا حاجة، يعني كل السنين اللي فاتت دي اترمت كده على الأرض. والله خلنا حسنة في كابوس مقلب دمه تاني. حاسس شوية الناس هتيجي تقول لي فكك يا حسن احنا بنهرج معاك. بس برجع بفوق أشوف إن اللي بيحصل ده كله بجد. طب ما تشتكي يا حسن. اشتكي. كبر ولا صغر أستاذ من ضمن الأساتذة اللي درسوا لك، ما هوش أكبر واحد يعني ولا فيه كل حاجة. اشتكي مين يا اخي؟ بقول لك محضر التعدي اتكتب من غير ما انطق ولا كلمه. بس انا عارفه هو راجل مؤذي وايده طايله والناس كلها بتقول. سبع سنين مبحر في عرض الدنيا عشان ارجع مكاني كما كنت. حته مكانجي مرمي في بعض الملكه. اللي صحيح ما قلتليش، ايه اللي انت هبتيه ده؟ حبيبتي ايه في ايه؟ هي المدام اشتكتني في حاجة؟ التبس يا فارية اللي رجعتيه للراجل. يعني كنت عايزاني اعمل ايه؟ راجل معرفوش، يديني 200 جنيه بتوع ايه؟ بتوع انك في محل قبها زي ده؟ بتوع ان هو باشا وبيقدر بقيمته، وان اساسا ال 200 جنيه دولت ما يجوش حاجة جنب كم الفلوس اللي عنده. اكنهم بالظبط بريزة فضة في جيبك المصدي. جرى ايه يا بنت يا حنان؟ وانا خدتهم من جيبك يا اختي واديتهم له؟ شوف بردك البت، بدل ما تشكريني على النصيحة طب احمدي ربك بقى ان المدام ما شافتكيش. انت عارفة لو كانت شافتك كانت قطعت خبرك. لو النبي مش مصدقاني يا بنت، ده اكرم البدري. عارفة يعني ايه اكرم البدري؟ ولما هو اكرم البدري يبص الواحدة زي بتاعت ايه؟ وبعدين انا ما فهمتهاش غير حاجة معينة، واظن واضحة بالنسبة لك زي الشمس، فقصري بقى وحلي على نافوخي. ده انت خالك راح لبعيد قوي وسرحتي. لا يا زوزة ده تبسي يا حبيبتي. وعشان تبقي فاهمه، اللي زي اكرم البدري ده عينه مليانه وعنده اللي مكفيه وزياده، يعني اساسا ولا هو شايفني ولا شايفك. افهميها بقى كده يا حلوه عشان تستريحي. لا فاهمها كويس بقى. انا عارفه ان احنا اقل كتير قوي من هيعدوا على النهاية، عشان كده رجعت له فلوسه. تخيل ربنا جعلني سبب عشان افرح الراجل الشقير ده. 40 سنه ابويا شغال في المينا على امل ان ابني يبقى مهندس. بسمتك مش حرام. ليش نفسك يا ابو علي؟ محدش عارف، شركه ربنا سبحانه وتعالى حطيت لك الخير في الشر. يمكن يا خالد. طب انا هحكي لك حد. زمان كان في راجل ملك. الملك ده
كان بيخرج للصيد هو واستاذه اللي رباه وعلمه اصول الحكم، وفي رحله صيد حصلت لهم حادثه صغيره كده اتقطع فيها صباع الملك. الملك نقم على عيشه وزهد في الحياه، افتكر ان حياته انتهت في اللحظه دي. استاذه قال له لا، الحياه مش كده، الحياه اوسع كتير قوي من مجرد حادثه حصلت لك. لازم تخرج تاني وتعيش وتصطاد وتعيش حياتك. فعلا الملك رجع تاني يخرج رحلات الصيد، وفي يوم خرج في رحله صيد لوحده، قابلوه ناس كفره ما يعرفوش ربنا بيعبدوا الاصنام، خارجين يدوروا على راجل يضحوا بيه ويقدموه قربان للصنم اللي هم بيعبدوه. أول ما شافوا الملك قالوا هو ده اللي ينفع، خدوه قبل ما يضحوا بيه قدام الصنم بتاعهم، بصوا في إيده كده لقوا صباعه مقطوع، قالوا معقول يعني هنقدم قربان للآلهة راجل معيوب بتسع صوابع؟ سابوه. ساعتها بس الملك عرف إن الحادثة الصغيرة دي كان الباب اللي اتفتح لحياته ومد في عمره، ولولا كان أجره ده. احنا ربنا اداني المصيبة دي عشان اجيني من حاجة أكبر، مش كده؟ طب ليه؟ وإيه الغلط في الهندسة؟ ولا إيه الغلط إن أنا عايز أفرح الراجل الشقيان ده وأبسطه؟ مش غلط ولا حاجة يا حسن. اللي أنا عايز أقوله لك، ولو علمت من الغيب لاخترت من الواقع. ومين عارف يا أخي؟ مش يمكن ربنا سبحانه وتعالى حاطط الخير في حلمك انت مش في حلم ابوك؟ انا حلمي ان ابويا يبقى راضي عني ومبسوط، مش عايز اكتر من كده. وانت حسن انت ما فكرتش مين اللي هيبسطك؟ يا عم انا مش عايز حد يبسطني، والله ما عايز حد يبسطني، انا دعاء ابويا وامي بالدنيا واللي عليها كلها خير. ما حدش قال حاجه يا حسن، استغفر الله العظيم. انت ناوي تقول لابوك؟ ما ينفعش طبعا، اقول له ايه ده يروح فيها؟ بس انا خايف منه الناس يرجعوا يكلموني يقولوا له خلي حسن يجينا بالورق والشهاده. لا ما فيش شهاده ولا حاجه، ده على الاقل لغايه ما تشوف لنا صرفه. شفت يا خال الورطه اللي انا فيها؟ انت ناوي تعمل ايه؟ والله ما عارف يا خال، شكلها كده ما فيش قدامي غير حل من الاثنين، ازور شهاده يا عم زي الملك بتاعك، اروح اقطع صباعي. صباح الخير، ازيك؟ الحمد لله. تعالى يا عم ابراهيم. خلاص يا ست الكل، بالراحه، استناني انا يا عم ابراهيم. حاضر يا ست الكل. ايه ده؟ هو انت مش عندك شغل النهارده ولا ايه؟ طلعت اجازه. طلعت اجازه؟ طب يا اختي شرفتي، الحمد لله على السلامه. راجل نجس يا ابن الصرمه، يا ابن الصرمه. ايوه خش. حاضر. تعالى يا ام ابراهيم، ركب لي الباب على الاوضه. حاضر. حاضر يا ست ذكرى، اكد لي على الاكرة. حاضر. الله، بتعملي ايه يا بنتي يا ذكرى؟ يعني هكون بعمل ايه يابا؟ بنركبه باب. احي اهو باب مردود شر مطرود. رايحه تشتري باب يا عين امك؟ طب يا اختي كنت اشتريتي حته غساله اوتوماتيكي بدل ايدين امك اللي باشت. غساله؟ مش لما نبقى ننضفه من جوه نبقى ننضفه هدومنا؟ يلا يا عم ابراهيم شهر. حاضر يا ست ذكرى. ما قلت اسف بقى، خلاص تعالى تعالى يا عم المقموص. انت في السكه في وشي؟ بكره هعملها معاك. الله، ما انت مجنون، في حد يكلم حد الساعه 4 الظهر؟
احكي لي عملت ايه من غيري؟ قابلت فاتن. بتحبك، البنت دي شكلها بتحبك. اه بتحبني. عايز تتجوزها؟ لا طبعا. لا هي ولا غيرها. واساسا فكره الجواز كلها مش في دماغي. احسن. اوعى تتجوز. ليه؟ عارف يا علي الناس بتتجوز ليه؟ بتتجوز عشان بيحبوا بعض. لا كلام افلام. الناس بتتجوز عشان تضمن انها لما تموت ما تبقاش لوحدها، يبقى في حد جنبها. يا سلام، ايه الانانيه دي؟ دي مش انانيه، ده حقيقه يا علي. ما تحب حد او ترتبط بحد ازيد من اللازم فجاه يروح وياخد روحك معاه. انت بتتكلم على ايه؟ عن الموت ولا عن الحب؟ الموت في الحب، انك ترتبط بحد قوي تحبه قوي وفجأة يجي الموت ياخده منك. ده حقيقي، الموت ما بيستناش حد، بيجي فجأة بياخد أي حد بتحبه أو ما بتحبوش. أيام ناس اتجوزت ودفنت عيالها هم لسه عايشين. عايشين ميتين يا علي. أنا مش فاهم حاجة. ولا عمرك هتفهم حاجة. أنت لا بتعرف تكتب ولا بتعرف تألف ولا بتعرف حاجة خالص. صحيكم. عارف أنت هتفهم أنت لما تحب. أما عاملة لك شوية شاي حسوكة يستاهلوا بقك عنب. تسلم إيدك يا أم حسوكة. تسلم يا حبيبي. يا حسن مالك؟ مش عوايدك يا طناي. في الميعاد ده بتبقى يا إما في السيرك مع صاحبك يا إما في المينا. عادي ياما، زهقت. تغيير يعني، زي ما كل حاجة كده حوالينا عمالة بتتغير. ما هو التغيير مش وحش برضه. بس أنت في جواك حاجة ومخبيها عن أمك حبيبتك. المينا مش كده؟ مش عارف أقول لك إيه. أيوة يا أم. ابويا كل ما يشوف خلقتي يقطمني، عايز نمشي واسيب المينا باي شكل، مش عارف ليه. معلش يا حسن، ابوك يا ضنايا عايز يشوفك احسن واحد في الدنيا. يا ستي ما انا عارف، بس حطي اي حد مكاني. يما المينا دي انا اتربيت فيها، لعبتي اللي ركبتها وفكيتها من وانا صغير. ده انا عشرت المراكب والناس اللي فيها اكتر من اي حد. امشي النهارده واطمع في شغلانه تانية. لا اله الا الله، هو عايز يعني اللي يرقي نفسه يبقى طمعان؟ الله، طب ما انا معايا شغلانه، اروح ادور على حاجه تانية ليه؟ يا حسن يا ضنايا، ابوك ظهره انحنى من شغل المينا وشقي وتعب. ياما ما انا قلت له مليون مره يبطل شغل بقى ويريح نفسه. كل واحد بياخد نصيبه يا ضنايا. ونصيبه ان هو يفضل عايش في التعب والشقه ده طول عمره. هو هتقول له كده حسن يسعد؟ لا يا اختي ما تخافيش، مش هقول له. ما انت اخرى عامله زيه، مكفيه على المكنه ليل نهار، ما فيش مره تقولي لي يا حسن تعالى وديني السيرك يا حسن. الا بالحق، ما توديني السيرك يا حسن. يا حسن يا ضنايا، ابوك نفسه يشوفك احسن واحد في الدنيا. كل زمايله جابوا عيالهم يشتغلوا في المينا، بس عيال كسر بقى مش ملحلحه كده زيك، ما معهمش شهادات عاليه زيك يا حبيبي. نفسه منى عينه يقف وسط المينا كده ويقول بعلو حسه، انا ابني مهندس قد الدنيا وما اعتمدش على حد. كتير عليه ده يا حسن؟ لا يا عم، مش كتير عليه. بس في حاجه تانيه بقى يا ابن بطني مخبيها عني ومش عايز تقولها لامك حبيبي. بصراحة أما كده، أصل في حاجة كده عايز أطلبها منك بس مش عارف تخدميني ولا لا. عيني يا حبيبي. معلش، معاك 200 جنيه. تعالي بس أنا بهرج معاكي، بختبرك، بشوفك هتطلعي معايا جدع ولا لا. يا حضرة العمر ابنك حيني ده حدفني بستافندي. اهدي، هي ناقصاكي. حرام عليك يا فاطمة، هتفضلي مدوخاني لحد امتى؟ انت عايز مني ايه يا جدع انت؟ اني مش جدع، اني جدع، بس انا عايز اقول لك كلمتين. احسك حلو قوي يا فاطمة، بيسحر كده ويلبش الجد. هو ايه ده يعني؟ الله، قوليها تاني كده. انت عارفة يا فاطمة؟
انا شفت كتير وقليل لما كنت في ايطاليا نسوان وحريم يشيبوا شعر الزلابطه. بس وربنا شوفي وربنا، انا عمري ما شفت في حلاوتك ولا في جمالك ولا في سحر حسك. فاطمه انا بحبك يا فاطمه، بحبك وعايز اتجوزك يا فاطمه. يا بنت انت وقعتي على ودانك وانت صغيره ولا ايه؟ ما تقولك مش انا اللي بقول في الحاجات دي يا عبد المعطي. عبد المعطي كمان عارفه اسمي. طب انا عايز اقول لك كلمتين كده من اللي في نفسي نواحيكي. بقولهم لابويا بردك. اقولهم لابوكي؟ مسلحي المصدي ده هقول له وحشتني وعايز ابوسك من بوقك. ده ايه النيله دي؟ يا ساتر. صباح الخير يا ابطال. صباح الخير يا حسن. انا عندي عطل في التربينه الرئيسيه. اوكي هبلغ الشركه فورا. شكرا. صباح الخير يا ورد. صباح الخير. قلبت عليك الدنيا لحد ما لقيتك هنا. مالك يا حسن؟ مالي يا ورد؟ انا مفيش حاجه، انا زي الفل. في ايه؟ حسن في ايه يا حسن؟ احكي لي. احكي لك ايه؟ مفيش حاجه يعني، لو في حاجه يبقى مشاكل عاديه، مش عايز اوجع دماغك. بس مفيش حاجه، انت ايه اللي بيخليك تقولي كده؟ كرا يا حسن، هو انا غريبه عليك؟ يا حسن انا ورد، انت بتقعد معايا وبتبقى مش معايا خالص، دماغك في حته تانيه. في ايه بقى؟ انت في حاجه جواك مخبيها؟ لا خبي ورد، مفيش حاجه، انا كله تمام. قولي لي انت اخبارك ايه؟ انا تمام الحمد لله. عمك محرم خلاص اتصل وقال انه هيجي بالكتير قوي كمان اسبوعين، وهي فرصه تقعدوا تتكلموا مع بعض بقى ونخلص يا حسن. طب كويس، خير ان شاء الله. انا كنت بحسبك هتبقى مبسوط اكتر من كده. انا اكيد فرحان طبعا، بس انا كنت شايف ان احنا يعني ناجل شويه احسن. ليه احسن؟ ابدا ورد، يعني كنت عايز اظبط شويه حاجات، يعني نبقى مرتاحين لما نتجوز، يبقى مفيش مشاكل، كل حاجه ماشيه كويس. يعني ما انت خلاص ان شاء الله هتتخرج رسمي اهو، والشغل بتاع القاهره ان شاء الله يجي لك. وبعدين يا سيدي حتى لو ما جاش انت شغال في المينا، في ايه بقى؟ ايه المشكله دلوقتي يا ورد؟ مفيش حاجه، حاجات عاديه ولازم تتظبط. خلاص بقى يا ورد. خلاص يا حسن اللي تشوف. وانا قلت ايه غلط؟ في حاجة بينك وبين شوق يا حسن؟ انت في حاجة بينك وبينها صح؟ شوق؟ ايوه شوق يا حسن. انا شفتك انت وهي وانتوا عمالين تتكلموا مع بعض على السلم، وقلت لها نفس الكلام يا حسن، وقلت لها ان انت هتظبط امورك معاها الاول صح؟ شو مين يا عبيطة؟ انت مصدقة اللي انت بتقوليه؟ يا بنت انت، وانت في غيرك في قلبي حمارة؟ ده فاهمني انت، انا فضلت كتير قوي قاعدة وساكتة ومستنية، ولا هيفهمني هيفهمني ولا نطقت ولا قلت حاجة يا حسن. في ايه بينك وبين اللي اسمها شو ده؟ ده حتى اتجوزنا عاوز تأجله يا حسن. يا بنت اهدي يا بنت اهدي، افهمك على كل حاجة بس كله بأوان. اهدي بقى، شو مين يا عبيطة انت؟ تعالي تعالي يا عبيطة، تعالي شو يا هبلة، تعالي. والنبي يا دكتور. ايوه ده للدكتور، امشي بسرعه. والنبي يا دكتور. اتفضل يا ام. انا عندي فيروس سي. ايوه وبعمل اقرار علاج، وعشان يكمل لازم حد من الدكاتره اللي هنا يكشفوا عليا ويحولوني اعمل تحليل، واخد التحليلات دي كلها واوديها الاداره. ما كشفتيش ليه؟ ما حدش راضي يكشف عليا يا دكتور. واحد قال انا ما بكشفش عليكي عشان انا بكشف على الطوارئ. أيوة. والتاني سابني ومشي وخرجني بره وقال لي انا خلصت نبطشيتي خلاص، وانا مشواري بعيد يا دكتور، وعشان اكمل كده لازم اجي تاني عشان اخد القرار. حاضر يا حاجه، انت استني شويه، ده مش تخصصي. عايز حاجه علي؟ الحمد لله الحمد لله. في حاجه يا دكتور؟ الست الطيبه دي عايزه اسماء تحاليل وعايزه بس علي. عندي بريفت مع الدكتور سعيد وانت عارف ما برحمش في التاخير. ان شاء الله مش هتتاخر 10 دقايق. بص بص هي عايزه ايه؟ بس عايزه مني يعني. انت مش مدير المستشفى وكمان مش من حقك تقول لي امشي ولا استنى. ارجوك انا عايز امشي. لا من حقي اقول لك كده. وانا من حقي امشي اشوف اللي ورايا. لا مش من حقك، من حقك تعدي الست دي. العيني مش من بقيه اهلك يا علي. من بقيه اهلي. فين خدرة؟ على كانوا قدام العينين ولا ايه؟ الست الطيبه دي عايزه اسماء تحاليل وعايزه اي حد يكشف عليها. وانا خلصت ولازم امشي، عندي برايفت مع دكتور سعيد. امسك يا استاذ، شوف الست عايزه ايه، لو مشيت من غير اذن احولك التحقيق. اتفضل.
حاضر يا دكتور. اتفضلي يا حاجه. بالسلامه يا امي. مع السلامه. عندي برايفت مع الدكتور. علي تعالى معايا يا عايزه. حاضر. انا عايزاكي تغيري لي كل ده، الزيتي هنا والاورنج هناك. ذكرى ذكرى تعالي هنا. مالك مش مركزة ليه؟ أنا شايفاكي من بدري، في حاجة حصلت؟ لا خالص يا مدام، بس أنا آسفة يعني يمكن أكون سرحت ولا حاجة. خلي بالك من شغلك، أنا عرفت اللي حصل مع أكرم بيه. كنت فاكراني مش هعرف؟ بس أنا ما قصدتش حاجة، أنا بس اتفاجئت لما لقيته 200 جنيه فقلت يمكن مش واخد باله من فلوسه. ليه؟ عمرك ما شفتي حد معاه فلوس ونزيه؟ ولا كنتي فاكراه هيديكي 5 جنيه زي الزباين بتاعت المحلات اياها اللي انت جايه منها؟ يا مدام انا ما قصدتش حاجه، انا ما اعرفش ايه اللي حصل، انا لقيتني جاريه وراه برجع له فلوسه بس وانا ما اقصد حاجه. بعد كده تحسي، لان دي قله ذوق. بس بعد الموقف ده انا شايفه انك امينه وعايزه تستمري في المكان. يعني حضرتك مش زعلانه مني؟ شوفي شغلك ولما يحصل موقف زي ده ما تتصرفيش من دماغك، ترجعي لي في الاول. حاضر حاضر يا مدام. اما نشوف هتفضلي على امانتك دي لغايه امتى. شوفي شغلك. لا طبعا مش مجدي، التظلم بيفيد بس بفتح الباب قدام اعاده النظر في الاجراءات مش تغييرها يا حسن. ما ده المطلوب يا متر، نفتح باب الاجراءات من تاني. اول حاجه نتيجة الكنترول حتى لو مش معتمدة تثبت ان انا حضرت الامتحانات وما تخلفتش. حسن تاني حاجة، محضر التعدي المتلفق ده احنا ممكن نعيد النظر فيه والتشكيك في امره. يا حسن افهم، الموضوع مش بالبساطة اللي انت متخيلها. انت مش مفصول عشان خاطر اتخلفت عن نتيجة الامتحان علشان تفتكر ان نتيجة الكنترول هتبرأك، انت مفصول عشان خاطر محضر التعدي وده ما ينفعش فيه اعادة النظر وده اجراء مبطور. يعني مفيش خطوط نجري وراها، واحد ضرب واحد وفي شهود على كده، خلصت. ايوه بس دول شهود زور. شهود زور. وعشان كده المحضر ما فيهوش ثغرات، عارف لو في شهود حق كنا قدرنا نشتغل عليه. يعني شهاده الحق بتموت وشهاده الزور هي اللي بتنجي. ندمان يا حسن؟ ندمان؟ ندمان على ايه؟ انك شهدت الحق مع المعيد. لا طبعا، انا ما ندمش لو جبت حق حد، بس هموت لو ما عرفتش اجيب حق انا. طمن يا حسن وما تقلقش، انا هرفع قضيه على الدكتور عزت وعلى رئيس القسم بصفته وبشخصه، وعلى عميد الكلية كمان بصفته بشخصه، عشان كلهم وقعوا قرار الفصل التعسفي عليك وده مجرد إجراء تخويفي وتوقيع صحابه فيه، وده الإجراء الوحيد اللي أقدر أعمله في الوقت الحالي. بس يا فانكي والنعمة اللي أقول لأمك. قاعد أنت هنا مروق على الآخر. يا عم روح. الله فيه يا عم. صباح الفل يا ابو علي. فل ازيك. ايه اللي جابك النهارده؟ مش اجازه ولا ايه؟ نازل لنا طوارئ يا عم عشان مركب واحد من الكبار طالعه ولازم ورقها يخلص. خدت بالي برضه. ابوي عامل مشاكل مع العتالين، قريت الحوار. الرئيس رشيدي في الشغل ما اعرفش ابوه. ولا ابنه وحياتك. سايق على طوب الارض، عايز نمشي واسيب المينا. قلت لك يا صاحبي، انت اللي مش عايز تسافر. يا ابني اسافر اروح فين؟ يا زيك انا لو سبت البحر هموت. عارف يعني ايه؟ البحر ده عالم تاني. عالم ملوش اول من اخر. لو عشيته هتتسجن فيه بدرك، مهما يعمل فيك مش تزعل منه، حتى لو زعلت منه هيرجع يراضيك تاني، ولو فرحت بيزود لك فرحتك نسمة هوا. بس مشكلة زيك انه غدار، ممكن يحول لك كل حاجة لنوة في غمضة عين. وربنا ابوك عنده حق، انت البحر جننك. صح يا زيك، انا البحر جنني فعلا. يلا يلا يلا. صباحو.
طول عمرك وانت بتحب تلعبي مش عايزه تكبري ابدا. ربنا يخليهولك يا رب. على فين كده؟ اعمل لي السمكايه. معلش بقى عندي معايا. يلا مع السلامه. مع السلامه. برضه يا حسن مش عايز تقول لي الملل؟ قلت لك برضه مفيش حاجه. شويه مشاكل وتعدي وابقى احكي لك. انت مش عايز تحكي لي يعني تمني عبيطه زي ما انت بتقول وبعمل حاجات كده تزعلك مني من غير مقصود؟ طب وحياه حسن عندي انا ما بيبقى قصدي. والله انت عبيطه فعلا. يا بنت انا عمري ما زعلت منك. لا. انا عارفه ان انت بتعمل كده عشان انا صعبانه عليك. بس والله العظيم يا حسن انا لا بعرف اكل ولا نام ولا اشرب ولا اعمل اي حاجه طول ما انت كده متضايق. حتى حسن عليك ما بقتش صافيه زي الاول. وانا متاكده كمان ان انت لما بتقعد تضحك بتضحك كده بس عشان ابقى مبسوطه وما تزعلنيش. والنبي حقك عليا. يا بنت ما فيش حاجه قدامك. شويه مشاكل الورق بتاع الكليه على الاعفاء بتاعت الجيش شويه مشاوير وهتخلص وخلاص ما فيش حاجه. يعني انت ما انت زعلان عشان يعني شكيت فيك في الموضوع شوق؟ شوق؟ يا بنت شوق مين؟ يا بنت انا عليا ما بتشوفش غيرك انت ومات الكلام على كده خلاص. يعني انت خلاص بجد ما انت زعلان؟ يا بنت انا اصلا مش زعلان منك والله. يا عبيط. Bonjour, Your Excellence. Bonjour, يا صالح. هو أنا مش هخلص منك أبداً؟ حتى يوم أجازتي جاي للبيت ما ينفعش أخد يوم واحد أجازة من غير ما أشوفك؟ برنس غصب عني، غصب عني. أوكي. بس الحكاية زادت عن حدها. بلغني إن فؤاد شكري إيده طولت تاني على حصتنا. وعلشان ما تحركناش المرة اللي فاتت بدأ هو بنفسه يلسم بالكلام إن خلاص كلها 2 سنتي وراسه بطول راس سعادتك. وبعدين؟ النوع ده يا إكسلانس لازم له قرصة ودن. وده وعد مني برومس النهاردة قبل بكرة أقطعها له أعور له ودانه الاتنين. بس سعادتك اديني الاسم. ولما تقطعها له وتعور له ودانه الاتنين يسمع الكلام بإيه؟ بعد ما أنت عارفني يا صالح أنا ماليش في الأذية. والحل يا إكسلانس؟ أنا أقول لك الحل إيه؟ بص هو فؤاد شكري راجل طيب، طيب زيادة عن اللزوم. مش عارف إن كل اللي حواليه هم اللي مغرقينه. عشان كده سيب دماغه طول دماغي. خليه يفرح بيها كام يوم. وبعد كده نطير له دماغه بودانه الاثنين ويبقى كده احنا ما اذيناش حد. اكسلانس صحيح. يعني انا ما بقتش فاهم حاجه. في امل ولا ما فيش امل؟ الامل دايما موجود. انا رفعت القضيه ومشيت في الاجراءات بس لازم. بس ايه؟ ما تقوليش بس، اتكلم على طول. شوف يا حسن انا هكون صريح معاك. احنا خدنا خطوه في القضيه دي والخطوه دي صح 100%. وهتوصلنا اللي احنا عايزينه. بس المشكله مش في النتيجه، المشكله في وقت القضيه نفسه. بقول لك يا متر من غير لف ودوران انا وضعي ايه بالظبط؟ فهمني. المحاكم فيها 100,000 قضيه من النوع ده. انت عارف يا حسن القضايا دي بتقعد قد ايه؟ مش بتقعد يوم ولا يومين زي ما انت فاهم، القضايا دي بتقعد سنين. يعني انت عارف كده بتخليني ارفع قضيه ليه؟ بتشتغلني يعني؟ انا كل حاجه بتروح، مستقبلي بيضيع، اهلي اللي عايشين يحلموا يشوفوني مهندس اقول لهم ايه؟ اقول لابويا ايه؟ انت عارف اللي حصل ده معناه ايه؟ فاهم. لا مش فاهم. انت الفاهم هتشوف لي حل، وهتشوف لي حل دلوقتي كمان. مش الحل الواحد ان انت تراضي الدكتور بتاعك ده. يعني ايه؟ عايز نروح له؟ اذا كان رحت له قبل كده وطردني، امال بعد ما رفعت عليه القضيه هيعمل معايا ايه؟ هو لازم دلوقتي اعصابه تكون هديت وهيقدر يناقش معاك الموضوع وهتوصله الحل. بقول لك ايه يا ابني؟ انت مش هتخسر اكتر من اللي انت خسرته.
جرب وشوف. صافي كفايه انت متعرفش تلعبها. خليك في كورتك انت، خليك في كورتك. طب انت شايف اصلا؟ مش باينه الكوره، مش واضحه خالص. بقول لك ايه؟ طب ما تيجي مكاني، يمكن المكان ده غلط. العب يا بابي يلا. ماشي. ايوه اكيد هقابلك هناك، احنا ما بقيناش نتقابل الا في المناسبات دي. خلاص اوكي، تشاو. هو احنا مش معاد لهم نجي؟ بليز يا مامي، عايزه مع بابي شويه. مش هينفع كده. هو ايه اللي مش هينفع كده؟ انك تفضل معطل الولد من اول ما تدخل البيت، وانت عارف ان عنده تريننج بكره الصبح. طب ده تريننج بكره الصبح، احنا النهارده بالليل، وبعدين انا ملحق اقعد مع ابني شويه، انا ما بشوفوش. يلا يا مارو اتس بيد تايم. شويه مارو نسمع كلام مامي. يلا تشرب معايا درينك. درينك؟ طب ما انا عندي فكره تانية احلى، بدل ما نشرب درينك هتيجي ناكل حاجه او حاجتين، مش دي فكره احلى؟ للاسف يا حبيبي عندي شغل ان شاء الله. باي روحي. وانت فاكر كده بقى يا حبيبي انك لما هتيجي تقعد تتحايل عليا ده هيخليني ارجع في موقفي. انا برضه هتنازل على القضيه، وفي الاخر برضه انت مش هتستفيد حاجه. هتنازل عن ايه يا حبيبي؟ متاخر قوي. وبعدين هز طولك يا حبيبي وقوم اقف وانت بتكلمني. اوه اسمع يا بابا، اللي انا عملته معاك ده مجرد قرصه ودن، قلت اسيبك كده يومين ثلاثه تفكر، يمكن العقل يرجع لك في دماغك تاني وتعرف حجم الغلط اللي انت عملته، ساعتها بس كان ممكن افكر ان انا راجع موقفي. هو ايه الغلط اللي انا عملته؟ غلط ايه؟ اولا حضرتك افتكرت ان انت اتخرجت لمجرد انك نجحت، مع ان النتيجه لسه تحت ايدي، وبعد كده رايح تحط ايدك في ايد محمود عشان تتحداني بيه، وغلطت لما فكرت تروح المحاكم. انا ما روحتش محاكم يا دكتور، انا ما روحتش محاكم، انا مش عايز حاجه غير حقي وبس. انت مالكش اي حق اصلا، انت اساسا ما دخلتش كليه هندسه، انت مجرد عملت محاوله وفشلت، والفشله من امثالك بينتهوا عندي هنا. انا مش فاهم انت بتعمل معايا كده ليه؟ ده انت ما فيش مره طلبت مني حاجه غير لما بعملها لك على طول. ده انا بكلمك مستقبلي، عارف يعني ايه مستقبلي؟ مستقبل ايه يالا؟ المثل بيقول لك لما الريح تكون اعلى منك لازم تتطالها. وحسن رصيدي ما بيططيش لحد. لا حطاط، وهيحصل لك اكتر من كده لو ما غرتش من قدامي دلوقتي. اغور اروح فين انا؟ اغور اروح فين؟ بتكلم مين؟ ما بكلمش حد، انت بره. يلا يا جماعه كلنا نقول لمدام ايفين كل سنه وهي طيبه. سنه حلوه يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا إيفين، سنة
حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا إيفين، سنة حلوة يا جميل. كنت خايفة لما نجيش. ما تجيش لحبيبتي؟ اقعدي اقعدي. ازيك يا علي؟ اهلا يا فاتن، ازيك؟ الحمد لله تمام. مندي مندي مش عارفه. كنت عارفه ان عليك هنا، تحبي تقعد مع مدام ايفين؟ طبعا. خير في حاجه؟ بصراحه كنت مخنوقه شويه عشان كده عديت عليك وقلت مش هعرف اكلمك في التليفون. ايه قولي. اصل عليا ولبنى كانوا بيتكلموا معايا امبارح بيقولوا لي هو انتوا متخانقين؟ فقلت لهم لا. احنا قصدك انا وانتي؟ اصل هما بصراحه بيقعدوا يسالوا كده اسئله غريبه جدا، يعني كانوا بيقولوا لي هو انتي ودكتور هاني في حاجه ما بينكم؟ وانا اصلا في تاتش بيني وبين لبنى من فتره، يعني هي بني ادمه سخيفه جدا وبتقعد تقول الكلام كده هايف ومالوش اي لازمه. انا سخيفه؟ اصل احنا اخر اتنين ممكن الناس تتكلم عنهم، احنا ما بنقعدش اصلا. لا ما انا هروح عشان سايبه القسم لوحده عن اذنك.